وصفة اليوم فلفل محشي على الطريقة التركية. لنا حاشتنا بروز، نحطه في صحفة ونصب عليه ماء سخون، نصبه بالكدا ماء ونخليه توا حتى ينبرد الماء السخون الكليكا. لنا اول حاجه نمدلكم تشوفوا الروز كيفاش هاكي ماء قعد منه كان تريفك هاو ولا بارد كاريمو، نجم نحط فيه يديا مش دافي راهو بارد بارد كيف ما هاك هاني ها مسمستو شويه. وتوا الماء هذايا نبزو، هذاك الروز نتاعنا صفيناه. توا لهنا ناخذو شويه بصل، لهنا كل واحد قداش يحب، اني خديت هكا ربع بصله باش نبشرها. لهنا البصله نتاعي بشرتها، نجي نحطها مع الروز نتاعي. لهنا عندي لحم مفروم، ناخذ قد ما نحب، كل واحد قداش يحب، والكمية بالطبيعة اللي انتي باش تعملها كيف ما هكا يزي. باش نحط فرحات ملح وفلفل اكحل اكاهو، نحط شطر مغرفة ملح ونذوق نجم نزيد الملح، ولهنا فلفل اكحل هاكا تشوفوا ربع مغرفة بهي. لنا راهو كل واحد كيفاش يحب يعملها، لهنا حسب المنطقة وبطبيعة حسب العادات والتقاليد كل واحد كيفاش يحب. الباز متاعها هي الروز واللحم مفروم. لهنا كملت عجنتها كل البداية، خلطتها بالكتاب بالكتاب. كما قلت لكم راهو لهنا هذايا الباز متاعها، لهنا في الدار احنا نحبو ناكلو هكا، عملت هكا كل واحد كيفاش يحب يحط، اللي يحب يزيد عليه مع طماطم معجونة وإلا يزيد طماطم كعب وإلا يزيد معدنوس وإلا يحط معهم حتى عظمة باش يلمهم، كل واحد كيفاش. لهنايا كل واحد كيما قلت لكم كيفاش يحب يعمل. أما الباز هذايا ناخذ توا قرون الفلفل نتاعنا بعد ما نكون غسلناهم، ناخذوا القرن نتاعنا كيف ما هكا، نحاولوا نحيو جوست منين الزريعه وكهو باش ما يتحللناش برشا الفم تاع القرن الفلفل كيف ما هكا. نحاول نستحفظ على القرن نتاعي ما نحلوش ولا كيف ما هكا. وتوا لنا نكمل الجرينات نتاعي الكليكا وبعد نعاود نمصمصهم من الداخل، ما نحبش يقعدوا لي فيهم الزريعه. لهنا كيما تشوفوا هاكي القرون نتاعنا الكل عبي خسرناهم بالكدا بالكدا. وتوا بسم الله باش نبداو نعبيهم، نعبيوهم بالكدا بالكدا، جوست نخليوه ديما من الفوق هكا طريف متفاضية باش الحشوة ما تخرج لناش. هلا نفس الحشو هذايا راهو هو اللي نعملو بيه الطماطم، نعملو بيه البطاطا، نعملو بيه البتنجان، نعملو بيه القرع هذاك بوتوزينه نتاعنا الاخضر، نعملو بيه الكوليكا نفسها هي بيداري نفس الحشوة. معناتها اللي انت تحب عليه هذاك تحطو وتعمل بيه كل ما عدا اوراق العنب راهم ما يتعملوناش هكا، عندهم حشوتهم اخرى. ان شاء الله نهار نعمل لكم اوراق العنب به. تو نكمل نعبيهم الكل ونرجع لكم. لهنا كيما تشوفوا قرون نتاعنا تاع الفلفل الكل حشيناهم.
وتوا هذه راهو نورمالمون معناتها في الطبخة التركية الأصلية راهم ما يقليوش الفلفل ديريكت، يحطوا معناتها الكسرونة اللي باش يطيبوا فيها ويحطوا المرقة ويطيبوا على روحهم. لهني أني شخصيا نحب الفلفل يبدأ مقلي، يجيني أبن وأطرى هكيكة محليه يعجبني. هذاك علاش توا باش نقليهم، معناتها الخطوة هذه راهي اختيارية، اللي يحب يقليه الفلفل يقليه، اللي ما يحبش يخليه كيف ما هكا يخليه كيف ما هكا. ونحط لكم اللوطة في صندوق الوصف. عملت فلفل محشي أما الطريقة التونسية متاعنا، اللي يحب يقول لي انا وخير التركي ولا التونسي. به تو انا باش نقليهم وبعد نكمل لكم معناتها الخطوات الاخرين. لهنايا في كسرونه نتاعي حطيت ربع بصله، حطيت مغرفه صغيره طماطم، حطيت شويه هريسه عربي، حطيت ملح فلفل اكحل وشويه فلفل احمر. لهنا الفلفل نتاعي ديجا اوكي تقلي اللي باش وتو هذوما باش نحطهم على الغاز يتقليو طريف وبعد نمرقهم. لو كان انتم باش تقليو كيفي هكا الفلفل توليو تخليو المرقة تاخو غلوة قبل وبعد تحطو الفلفل، لو كان باش تخليوه ني تنجمو تحطوه من اللول. لهنا كيما تشوفو هاكي خليتها تقليو شوية وتوا نمرقهم ونخليهم يبداو يتيبو المرق نتاعي تاخد غلوة كيف عقلها. بسم الله شفتوا كمية صغيرة، نوريكم كيفاش. بسم الله اوكي، حطيت قليلة الفلفل اوكي مرقتها قربتها كهو وتوا نطفيو عليها ونخليوها متغطية هكا ترتاح ونحطها في طبق التقديم ونصحوا بشويه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جربوها تكتبوا لي رايكم باللوطه في لي كومونتير وما تنسيوش تشتركوا في القناه.